بالمشهد الثقافي والفكري. توقيع نجيب طلال. نور على نور لكل المستمعين وإلى ضيف هذا اللقاء. عتبة الضوء. بالنسبه بدون لا لا نصيب الا بحث عاد واحد العراقيل واحد ما قلنا ما تعادلت شي حاجه ولكن نصيب ذاك الديوان باش هو كان الاقل باش يكون الوثيقه تعريفيه لهذا الشخص. اشرت الى المؤسسه الادبيه وهذا بالضبط ما يفسر هذه التاثيرات. لو كانت لدينا مؤسسه ادبيه بمعنى متعارف عليه في البلاد المتقدمه بحيث ان المجالس البلديه تفتح مكتبات تقتني من كتاب وتشجع على القراءة والمواطن يجد القراءة يعني أينما ولا وجهه والمدرسة في مقرراتها تشجع إلى غير ذلك. لو كنا نعتبر القراءة جزء من التنمية وجزء من المواطنة وجزء من الشخصية وجزء من المستقبل إلى غير ذلك لحل هذا المشكل. ولكن طبعا هذا الوضع كما تعرف سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يعني من كثير من اللخبطة فلا يمكن فصل مسألة القراءة عن هذا الجانب. ومن هنا أمر طبيعي أن يصدر كتاب ويبقى عرضة للشمس إلى أن تجمعه شركة التوزيع أو أن يصدر عن بنفقة الكاتب الخاصة ولا يحقق فيه أرباحا. هذه مرحلة تاريخية ولا يمكن الهروب من الحقيقة. ثم نحن لا نكتب للراهن. الذي يكتب للراهن ليس كاتبا أو ليس عن عملية كتب. الإشهار هو الذي يتوجه إلى المستهلك الراهن في الحين. طبعا في المغرب والدول العربية ككل هناك أزمة نشر دون نشر تفرض مبلغا معينا وغالبا المبدع يجد نفسه في وضع محرج كي يتبع دوامينه. غالبا يلتجئ الى مؤسسات حكومية او الوزارة. اظن ان الوزارة الوصية وزارة الثقافة يجب ان تقوم بدورها كامل في طبع المجاميع الشعرية في السجينات الغبار. المشكلة متعدد الابعاد واسباب كثيرة من بينها مشكل دار النشر ومن بينها من سيطبع لك ومن سيتلقف او يتولى هذا العمل حقيقة في الديواني الذي طبعته على نفقتي الخاصة بعد ما استلفت بعض المحاولات لدى وزارة الثقافة وكذلك لدى بعض الجهات من اجل طبع هذا الديوان. الخطير والطريف انه لا احد مانع في تبني الديوان ولكن فعليا لا احد طبع هذا الديوان. اتكلم على الاثنين الرواية طبعته على نفقتي وكذلك صعود الفراجة الان اطبعه على نفقتي. اشكالية الطبع في المغرب هي اشكالية تطال الجميع رغم انه هناك بعض المحاولات من وزارة الثقافة وتبني بعض الاصدارات من الاصدار الاول وكذلك بعض التشجيعات التي تقدم الى بعض دول النشر وبالتالي هناك زبونية وهناك اخوانية وهناك علاقات وهناك اشياء كثيرة تقع في هذا النشر. سوف اعيد طبع هذا الكتابين واعادة توزيعهما بطريقة اسلم خاصة اننا في الكتاب يتمنى يعني ان لا تبقى هذه الشركتان المغرب تتفتران على مجال النشر وان تكون هناك لم يجب نشر توزيع ان تكون هناك دور اخرى للتوزيع حتى يكون هناك نوع من الاختيار نوع من التنافس بينها لخدمة الكاتب. مفارقة غريبة فعلا. انا اعرف عدد من الناس عددا من الشعراء يقولون انهم شعراء ويقولون انهم كتاب روائيون وعدد من التفاصيل يجمعون النقود ويقدمونها هدية لدور النشر من ناحية اخرى هذا ما يطبع يبقى في الرفوف لا يباع اي شيء. اولا ليس عندنا اولا دراسات ميدانية لتعطينا نتائج رواج الكتاب المغربي داخل الساحة. ليس عندنا التعليم لانه هو حجر الزاوية. التعليم فاسد. ما معنى فاسد؟ ان ما يدرس في التعليم ويوقع لاطفالنا ولمراهقينا لا يرتبط بثقافتنا. ليس هناك كتاب
الكتاب مغاربة حقيقيين وبيقتنع في مقررات التي تدرس باللغة العربية. نحن نعرف كثير من الأشياء على المجتمع السعودي والسعودي القديم كما العراقي والمصري، ولكن المغرب لا نعرف عنه أي شيء. فحتى التعليم لأن التعليم هو الذي سيصنع القارئ، التعليم غير موجود في المستوى المطلوب. يعني أنه لا ينشر في هذه البلاد إلا الأحمق. إن كنت أحمق يمكنك أن تنشر وتنتظر، لأن بطبيعة الحال بما أنك لا تملك دعما، هناك وزارة مكلفة بالثقافة لا علاقة لها بالثقافة، ماذا تفعل؟ يعني أنك ستنتظر الانتحار، تنتظر الإفلاس إذا دخلت في هذا الميدان. يعني العاقل لا يدخل فيه بطبيعة الحال، وإلا فالمصير هو الإفلاس. هذه بعض الآراء والتصورات لكثير من المفاعلات الثقافية التي استضفناها سنة وقعت ضوء. من هو عبد الحق عينو؟ عبد الحق عينو هو ذلك الطفل الذي ترعرع في درو وأزقة مدينة مكناس في حارتها القديمة، وهو الذي تشبع طبعا بثقافة تقليدية أيضا في نفس الوقت كانت في بداية الستينات منفتحة على كل المظاهر العصرنة التي عرفها المغرب. نعم، من البداية طفولتك كيف كانت؟ طبعا كانت طفولة مثل جميع الطفولات في الأحياء الشعبية المغربية، فكانت هذه الطفولة يعني قد عشناها بكل إبداعاتها التلقائية، الإبداعات على مستوى اللعب، الإبداع على مستوى الحكاية بين الأطفال، وطبعا هناك كان التوق إلى التيه الجميل في فضاءات مكناس تاريخية. نعم، أثرت عن طريق جرائد صحف كثير من القصص، ولكن لم تنشر لحد الآن كمجامع، لماذا؟ طبعا يعني المشكل بالأساس هو يعني مشكل أزمة نشر وأزمة الطبع التي يعاني منها العديد من المبيعين، طبعا إلا المحظوظون الذين ربما كانت لهم قنواتهم الخاصة لكي ينشروا أعمالهم عن طريق وزارة الثقافة، عن طريق ما يسمى بالدعم. ولا أخفيك أنني جربت أيضا حظي، لكن روايتي التي تقدمت بها لم تتشرف بالدعم، وطبعا أنني قررت أن أجرب مرة أخرى مع دار نشر أخرى وهكذا. ولدي أيضا مجموعة قصصية كنت قد وسمتها لوتة الحكاية، وهي أيضا لا زالت على الرف تنتظر دورها، وهناك مشروعان حول القصيدة النثرية تحت عنوان ماذا يعني تجريب على القصيدة بالنثر، ثم مشروع آخر وهو عمل إلى حد ما يقف في المنطقة بين الصحفي والأدبي، وهو حول أنطولوجيا القصة القصيرة. وقد كان هذا العمل عمل طموح جدا، حيث أنني كنت سأدرج فيه العديد من كتاب القصة القصيرة في المغرب وفي الوطن العربي، يعني من أواخر الخمسينات إلى حدود التسعينات. وهذا المشروع يعني تحقق فيه قدر كثير، ولكنه يعني لا زال هناك ما يمكن أن أفعله يعني في المستقبل، وهذا المشروع أيضا حتى هو ينتظر أيضا حظه من النشر. نعم، لكن أستاذ عبد الحق يعني لك مجموعة من المشاريع، مجامع قصصية وبحث حول الأنطولوجية القصة القصيرة وكذلك القصيدة المصرية، هذه المشاريع لماذا لم تنشر بالضبط بغض النظر عن وزارة الثقافة أو جربت حظك مع وزارة الشؤون الثقافية؟ هو يا أخي نجيب أن المشكل هو من مشكل مادي بالأساس. عندما أقول مشكل مادي فأنا لا يمكن أن أغامر بكل صراحة، أن أغامر بخبز اليومي وأن ألقي بكتابتي على أرصفة الشارع يملأها غبار الزيارات والحافلات ولا يقرأها أحد. هذا هو يعني المشكل بالأساس. فهناك أزمة طبعا نشر في المقابل أزمة قراءة، فأزمة القراءة هي واقع يعاني منه الوطن العربي كله مش غير المغرب. فأزمة القراءة من بين خلفياتها أيضا وهو اجتياح المجال العنكبوتي الإعلامي، فأصبحنا يعني باستطاعتنا وعن طريق الانترنت والمواقع الثقافية أن نطالع الجديد فيما يخص النشر، فيما يخص الشعر، وفيما يخص القصة والرواية والمسرح والسينما وغيره هذه الفنون. إذن فأعتقد أن نعقد ملتقيات حول أزمة النشر في المغرب. نعم، هذه الملتقيات يجب أن تشارك فيها جميع الأطراف التي يعنيها الأمر من مبدعين وناشرين طبعا ومسؤولين. هذا هو. نعم،
الحق أن الكثير من اللقاءات خاصة في فاس تحديدا كانت هناك ملتقيات حول أزمة النشر والكتاب على أي حال، وكثير من المتناظرين خرجوا بتوصيات، والتوصيات لحد الآن ما زالت معلقة، ولكن أشرت إلى الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت، على يعد وسيلة من وسائل نشر مجانيك أو بحوثي. طبعا فأنا فعلا أعتقد أن جيلنا اليوم هو أيضا محظوظ أنه يتمتع بفضاء إعلامي مفتوح جدا. هذا الفضاء الإعلامي الذي ذكرت من ضمنه الشبكات العنكبوتية الإعلامية، هناك العديد من المواقع الثقافية التي يمكن لأي من كان أن ينشر فيها أعماله، ويمكنه أيضا أن يجد أعماله إلى جانب أعمال شعراء كبار. فقد اطلعت مؤخرا على موقع فشاهدت في هذا الموقع شعراء شبان إلى جانب الشاعر سميح القاسم وغيره، وهذه فعلا مبادرة جميلة جدا، والشعراء شبان هم في حاجة إلى هذا الاحتكاك الإبداعي مع المبدعين ذوي التجربة العميقة وذوي التجربة المتميزة. ولكن على مستوى مثلا النشر على مستوى الشبكة العنكبوتية ربما أنه تقديم الغطاء والسمين، كيف يمكن لنا فرز ما بين الإبداعات جيدة وذات قيمة مع الإبداعات بين قوسين رديئة جدا؟ نعم، أعتقد أن حكم القيمة هذا يرجع إلى المتلقي، وليس لأحد الحق أن يحكم على عمل شعري أو قصصي أو روائي بالرداءة أو بالجدة. فالذي طبعا هنا يعني مسألة هي مسألة طبعا أذواق ومسألة ثقافة جمالية وإستاتيكية، ولكن يبقى يعني لكل الواحد أن يتعامل مع النص انطلاقا من زاوية نظره. ولكن على ذكر المواقع، ليس هناك موقع للنقاد سواء العرب أو المغاربة. نعم، وجمعية النقاد، أنا أعطي مثالا لجمعية النقاد السينمائي، ليس لديهم موقع لتحقيق نقدين بنائين ومتمكن ومتمرس للأعمال السينمائية. إذا فهي بموقع للنقاد طبيعا تتسرب مجموعة من الإبداعات ذات منظورات رجعة. يا أخي نجيب، أنا ضد عملية وآلية المصفات، أنا مع الإبداع الحر، الإبداع المطلق، ولكل واحد أن يبدع وأن يكتب طبعا في حدود اللياقة وفي حدود. نعم، ولكن مثلا مؤخرا قرأت مقالة أحد الإخوة أنه يؤكد أن هناك أخطاء نحوية ولغوية وصرفية لكثير من المبدعين وكثير من الفعاليات. إذا في هذه المسألة بالذات المجال اللغوي هو منحط، كيف يمكن أن تبلغ الرسالة الجمالية والفكرية للمتلقي ولو عن الإنترنت؟ وطبعا هنا يعني المسؤولية بالأساسية ترجع للمشرفين على هذا الموقع، الذين يعني لابد وأن يراجعوا هذه المواد التي تنشر بكل هذه الحرية. إذا يبقى السؤال المطروح هو كيف يمكن الاعتراض على هذا النص أو على هذه القصيدة وعدم إطلاقها عن طريق الإنترنت؟ هناك بعض المواقع التي لا يستشير فيها المبدع مع أي أحد، فأنت يعني تجد هناك باب فيه أضيف مشاركتك، ويمكن أن تضيف المشاركة بنقرة وتنطلق المشاركة بعد دقائق وترى هذا الإبداع يعني على الشاشة. إذا في هذا السياق أعتقد أن ليست هناك أزمة نشر بقدر ما هي أزمة مفتعلة ليخترق المبيعون إلى المواقع. لا لا، عندما نقول أزمة نشر فيجب أن نحدد المستوى الذي نعنيه. فهل يعني نعني بها أزمة نشر على مستوى الكتاب، أو أزمة نشر على مستوى المواقع الإلكترونية، أو على مستوى الصحافة؟ فعندما نتحدث عن الكتاب هناك فعلا أزمة نشر، وقد قلت سابقا على أنه هناك طبعا المجال مفتوح لأدوات أخرى للنشر التي تضيق الكتاب. لكن في هذا النطاق سأستوقفك، ولكن الأكشاك والمكتبات تعوي بالكتب سواء الدواوين أو المجامع أو البحوث، إذا أليست هناك مفارقة؟ وأعتقد أن كثير من الإخوة يشتكون من عملية النشر بإبداعاتهم مقابل هذا أن الساحة تعوج كما قلت بالكتب. يا أخي أنا يعني أعرف مجموعة من الكتاب المبدعين الذين نشروا أعمالهم بمغامرات ومجازفات مادية، وفي أحسن الأحوال لا يمكن
قابلية القراءة إلى غير ذلك. أما يعني في هنا يعني في المغرب فأعتقد أنه أزمة القراءة هي يعني ليست أزمة جديدة، هي دائما يعني كانت أزمة قديمة. ولا زلت أذكر على أنه في أحد البرامج التلفزيونية التي تقدم برامج قديمة كان هناك حوار مع عبد الكريم غلاب سنة 69، وقد تحدث فيه عن أزمة القراءة آنذاك حينما كان يعني ثمن الكتاب لا يتعدى 6 دراهم، وتحدث عبد الكريم غلاب آنذاك عن أزمة القراءة. فالسؤال هو أتساءل، هل أزمة القراءة هذه هي فعلا أزمة مستمرة ودائمة ومزمنة، أم أن هي أزمة ظرفية ويمكن أن تعالج إذا كانت فعلا هناك إرادة حقيقية لنشر الكتاب؟ نعم، تابع حق أشطائنا الأستاذ عبد الكريم غلاب يشير أن أزمة القراءة في 69. سأعطي مثالا أبعد، في 1944 في مجلة رسالة المغرب هناك دراسة الأستاذ إدريس البناني يؤكد على أزمة القراءة. طيب، ولكن هناك فترات زمنية محددة انطلاقا من النمو الديموغرافي. الآن لدينا كثير من الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية لم تكن مثلا في 69 ولم تكن في 1944، بمعنى أن هناك نمو ديموغرافي مرتبط بنمو فكري. إذا بالضرورة أن الكتاب أو أي إبداع ما سيقرأ. مقابل هذا أن 1000 نسخة أو 2000 نسخة هي المسموح بها تحديدا للنشر. هي المسموح بها لأن سوق القراءة لا يمكن أن تتعدى هذا السقف. يعني الكتب التي تتداول وتنشر وتروج هي الكتب التي لها علاقة بالدراسات الأكاديمية، ولكن الكتب التي لها علاقة بالإبداع لا أعتقد أن هناك ربح من وراء هذا النشر. أعطيني مثلا على مستوى الجرائد المستقلة وبين قوسين هذه المفردة أنها تباع أكثر من الجرائد الحزبية. قارنة بالكتاب مبدي ما غير منتمي، لأن هناك يعني أزمة النشر هي مرتبطة بمجموعة من الميكانيزمات، وأزمة القراءة مرتبطة كذلك بمجموعة من الميكانيزمات. إذن وجود الكتب ودراسات في السوق والكثير يؤكد أن هناك غياب قراءة. مقابل هذا أن كثير من الدراسة تأتي من الشرق تباع عن آخرها. إذن هل المطرب الحي لا يقرأ؟ لا يا أسي نجيب أستاذ، هنا عندما يعني سقط هذه النماذج وهذه العلامات الفكرية العربية الرصينة ولكن في متناول أي مكان ولو لم يقرأ، فإن ثمنها يغري باقتنائها وتوثيقها داخل المكتبة يعني إلى حين أن يأتي زمن قراءتها. أما عندما يعني ترجع مثلا إلى بعض الكتب المغربية فإن ثمنها يعني قد يصل إلى مستوى لا يمكن أن يقتنيه الأديب هو نفسه. لأن أشرت في مدخل حديثي حول أنك جربت حظك مع إحدى دور النشر. ما هي العراقيل التي صادفتك؟ ليس هناك عراقيل، من يعني المشكل الأساسي هو مشكل كما قلت لك مادي بالأساس. يعني لا يمكن أن أورط نفسي في أزمة مادية وكبد تبعاتها اليومية من أجل أن أقذف بعملي في سوق القراءة. نعم، أستحضر إحدى التجارب في السبعينات، كان بعض الإخوة المبدعين قبل طبع كتبهم يقومون بعملية الاكتتاب مع الجمعيات سواء ثقافية أو مسرحية إلى ذلك، مقابل ذلك الاكتتاب أن يقدم المنتج إلى تلك الجمعية. هذه الظاهرة التي كانت إلى حد ما تدخل في إطار التكافل الثقافي، لماذا لم تبقى الآن؟ والله يعني لست أدري لماذا لم تبقى الآن. هو كان يعني من الممكن يعني أن تتطور مثل هذه الرؤى التقدمية الجميلة جدا، ولكن لست أدري يعني ما هي الأسباب الحقيقية وراء ذلك. ولكن كما قلت لك هناك يعني عوامل كثيرة تضافرت من أجل تبخيص رمزية بالكتاب وعلاقته بالقارئ وتداول. أستاذ عبد الحكيم حياك الله. شكرا أستاذ نجيب طلال. خارج البقعة لدينا شهادة.
الرياضة مؤثرة من خلال معاناة النشط أو ما يسمى بأزمة النشط التي هي موضوع حلقة نهايته. إن هذه التجربة كانت لها فرادتها وغرابتها. أولا من حيث الجهة التي تكفلت بالطبع والنشر وضعتني أمام أمر واقع لم أكن أترقبه في مغرب يهدف إلى تحريك الثقافي. ذلك أن الناشر طرح أمامي خيار، أحد خيارين: أن يرى العمل النور مقابل أن أتنازل عن كافة حقوقي المادية. وكان علي إذا أردت أن يرى عمل النور أن أقدم تنازلا كتابيا بمقتضاه سرد في حل من أي التزام مادي بيني وبين الناشر. هذا عن العمل الأول.